السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دالكس هو برنامج مشهور جدا، بتقدر تصمم بيه الإنارة بتاعتك وتقدر تعمل محاكاة وتشوف هل الإنارة اللي أنت عاملها كافية ولا فيها مشاكل، ممكن تكون زيادة على اللزوم، ممكن تكون أقل. برنامج دالكس هو برنامج مجاني، مجرد تقول له داونلود هيتعامل معاك، مش محتاج لا كراك ولا حاجة خالص. هو يعتبر شركات الإنارة يعني بتتعاون فيه بحيث إن هو يبقى فيه تطوير بشكل قوي وفي نفس الوقت يكون مجاني. اول ما تقول له داونلود وتسطبه يظهر معاك الواجهه بالشكل دوت. تمام، دي معلومات مفيده عن الاناره والاجهزه الجديده وهكذا. هنا بقى بتشوف كريت نيو بروجكت، هل انت عايز اوت دور اند بيلدينج بلاننج ولا امبورت بلان اور اي اف سي. ممكن تدخل شغل بيم مثلا اي اف سي، او تدخل كاد دي اكس اف، روم بلاننج وستريت لايتنج، سيمبل اندور بلاننج. هنجربهم مع بعض واحده واحده ان شاء الله. وهنا اذر توبكس لو انت عايز تتعلم معلومات او تدخل على قناه اليوتيوب. طيب هقول له روم بلاننج، فبيقول لي انت عندك حلين. الحل دوت ان انت هتبدا ترسم زي ما انت عايز، انت بس بتدي له الهاي والول سيكنس. تمام، وبعد كده تبدا تختار ترسم بشكل انت عايزه. تمام، او من هنا ده هنا هترسم، هنا هيديك على شكل مستطيل، وهنا نختار السبيس اللي احنا عايزينها وليكن مثلا educational building، الابليكيشن اني غرفة في المبنى خليها كيتشن، لا خليها ارت روم. تمام، هنا بيديك الويدث والهاي على طول، هنا هيبقى اسهل، هتدي له الطول والعرض وخلاص، والوول سكنس وهتقول له اوكي. هي الميزة بتاعته ان الواجهة بتاعته سهلة التعامل. هتلاقي هنا معلومات عن المشروع، هنا الكونستراكشن ودي هنهتم بيها دلوقتي. هتلاقي هنا لو انت عايز ترسم روم جديدة، عايز ترسم نيو اندور كاونتر، عايز ترسم نيو اوتر كاونتر، امتي ستوري، دبل كيس ستوري، واحدة واحدة نشوفها مع بعض. لو جينا نبص هنا هنلاقي ان انا اقدر احط مثلا عمود، اقدر ان انا احط سقف، اقدر ان انا اتحكم في السيلينج، كات اوت فرنتشر. طيب خلينا نبدا ان احنا مثلا عايزين نحط باب وشباك مثلا، فتيجي هنا تختار هتلاقي مثلا ويندوز بيقول لك الهاي والويدث والفريم ويدث، عرض الفريم وارتفاع ارتفاع النافذه عن سطح الارض. تقدر تختار الشباك اللي انت عايزه، او تقدر تعمل سيلكت من القائمة اللي هنا، تقول له اوبجكت وتختار بقى الشكل الشباك او الباب اللي انت عايزه مثلا هنا، وتقدر تحطه في التو دي او في الثري دي. بكل بساطة بحدد الشباك وابدأ ان انا اسحبه واحطه هنا اهوت. تمام، وبقدر ان انا الف الغرفة زي ما انا عايز، ممكن برضو في التو دي مفيش مشكلة خالص. بعد ما عملت سيلكت تقدر تعمل له موف، تقدر تعمل له روتيت، تقدر تعمل له سكيل زي ما انت عايز. ولما تعدل في الشباك بيبدأ عندي بيضيف النوع ده، يبقى عندي النوعين موجودين. تمام، لو جيت كده في سيلكت ايوه خلي بالك في نوع اضاف جديد بالمقاس الجديد اللي انت لسه عامله. ولو جيت هنا انت مثلا مختار الشباك دوت، هتلاقي فيه سهم بيديني تفاصيل اكتر، بالتفاصيل تفاصيل المليون والسكند مليون وهكذا، بحيث لو انت عايز تعدل في الارقام ديت ممكن تقول له موف وتنقل زي ما انت عايز. ممكن حتى تحطه في الناحية التانية او تعمل له كوبي زي ما انت عايز. ومن هنا بقى بتحكم هل انت عايز تتعامل مع السايت ولا البيلدينج ولا ستوري. ممكن يكون في عندك اكتر من دور، ممكن يكون عندك اكتر من روم، فتقدر تختار زي ما انت عايز.